إذا ضربوكم وأطلقوا عليكم مسيل الدموع والرصاص لا تهربوا بل اثبتوا واذهبوا إليهم أوصلوا لهم رسالة بأننا جميعا مستعدين بأن نستشهد في سبيل ديننا ووطننا وإنسانيتنا وكرامتنا. نحن نحتاج إلى إرادة جدية، فليسقط ما يسقط من الشهداء وليعتقلوا ما يشاءون. وعلينا أن نستحضر قول أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: أعر الله جمجمتك، تدف الأرض قدمك، ارمي ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.